هذا البجع الأوروبي مصورنا لكم قبل، وهذا الأكل مال الأسماك. الحين بعد ما فيهم الأكل طبعا. هذا البجع يتغذى على الاسماك، يتميز الذكر اضخم من الانثى، يعني هذا احنا عندنا الاثنين الصوب ذكور، هذه نثيه، هذه نثيه، واللي قدام نثيه. يتغذى على الاسماك للبلع، يعني يبلع السمكه كامله. طبعا يحاولون الطيران، بس لانهم عندهم احنا مسوي لهم طريقه حق الجناح عشان ما يطيرون ما يغادرون المكان.